الميلاد المجيد اقترب، كل عام وانتم بألف خير. الاستعدادات مستمرة في البيوت في الأسواق، اللون الأحمر والأخضر، بابا نويل، الغزلان والجراس في كل مكان. والله العيد حلو وبتخلي الفرحة والبهجة على قلوب كل الناس، وحلو للصغار بنبسطوا في الهدايا وتزيين الشجر وتزيين البيوت، وبابا نويل بدخل البيت والولاد بنبسطوا كتير وأحفادي بنبسطوا كتير، كلهم بتجمعوا عنا وبيجي عيد رأس السنة والكل بتجمع. العيد كتير حلو. حكينا كيف تتجهزي نفسياً لعيد الميلاد المجيد؟ نتجهز نهيئ حالنا، الكل بنبسط ومنصير نروح ونيجي، منروح أسواق أنا وأختي وأنا والكل، منروح منشتري أغراض للشجرة وللعيد ومننبسط. استعداداتنا كتير حلوة، إنه أول إشي بالعيد الواحد بيحضر حاله نفسياً إنه بدي يستقبل العيد، إنه يمكن ممكن نروح على الكنيسة نصلي عشان نستقبل الحياة الجديدة اللي بدها تيجي. كمان إذا الواحد مثلا متخاصم مع أخوه، متخاصم مع جاره، متخاصم مع حدا، أنه يصالحه بالعيد. العيد يعني مش بالزينة والشجر والأشياء والألوان يعني العيد بإشي تاني، بس هذا هو الإشي اللي الواحد يعني الإنسان لازم يستقبل المسيح بحياة جديدة بقلب نظيف. هذا هو العيد، مش العيد تعزيل البيت، اني احط شجر، اني اسوي، اني صح كلنا بنعمل هيك، بس انه لازم كمان انه الواحد يحاول انه يصالح كل الناس. احنا بنستعد للعيد باحلى فرحه، وبنحب العيد، انه بنستنى العيد بكل سرور، والعيد هو محبتنا لبعض، واكيد بحضور المسيح بيناتنا ومجيئه. والعيد أحلى إشي فيه هو مجيء المسيح، وإحنا منحب كل شيء بزينة العيد، وبخصوصا إن إحنا الأطفال ومنحب نزين شجرة العيد. نحن ببداية شهر 10 نحن بالأصل مكتبة، منشيل كل القرطاسية منحطها بمحل تاني، يعني على الطابق التاني منحط كل محلنا، منجهزه للكريسماس، شجر وزينة وضواء وأشياء، كل إشي للكريسماس، يعني عندنا استعدادات كبيرة. يعني طب موضة الألوان من وين تختاروها؟ والله الألوان في يعني بأوروبا كلها كل سنة بيطلعوا لون، بس بالأردن هون عندنا صراحة الألوان الأحمر والذهبي هو أكثر شيء دارج، يعني الناس بتفضل دائما بنجيب ألوان ما برغبوش كتير، بيحبوا الأحمر والذهبي، هو الإشي الرئيسي للكريسماس، يعني الأحمر والأخضر والذهبي شو في إشي جديد دخل على زينة الكريسماس؟ والله ما في شيء جديد بمعنى جديد، يعني لأنه الإشي الرئيسي الشجرة، الأضواء والطابات، الألعاب اللي بتنحط على الشجرة، يعني ما في شيء جديد كله، بس بيعملوا أشكال جديدة عشان يبيعوا أكتر يعني. أما هو ما في شيء
تقولي هذا اختراع جديد يعني للكريسماس. الرجال بتيجي بتتفرج، اما الستات اللي بتشتري يعني الرجال تقريبا ما بيشكلوش 10% من الزبائن اللي بيجوا بيشتروا، عادة النسوان اللي بتيجي تشتري. نحكي عن الأسعار هاي السنة. والله الأسعار كلها، الأسعار برا يعني مع ارتفاع البترول كل شيء ارتفع، المواد ارتفعت والمواد الخام يعني طبعا، وبعدين الشحن كمان، السنة الماضية كان الشحن كتير عالي، فكله أثر على أسعار سعر البضاعة. وفي البيوت الزينة بتتجهز قبل بفترة من العيد، وبيتساعد في تجميل البيت جميع أفراد العيلة وخاصة الأطفال.